أخونا السائل يقول: هل يجوز أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب الله؟ أقول يا أخي الحبيب، من ناحية الجواز يجوز، لكن ليس هذا هو الأفضل، وليست هذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه كل المؤمنين أحباب لله عز وجل، لكن منزلة النبي أعلى من منزلة أهل الإيمان، من منزلة بقية المؤمنين، منزلة بقية الأمة، فمنزلته في الخلة وليست في المحبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يقل إن الله اتخذني حبيبا، إنما قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة منزلة أرفع وأعلى وأسمى وأزكى من منزلة المحبة. منزلة المحبة لعامة أهل الإيمان، أما منزلة الخلة فإنما هي للخليلين الجليلين العظيمين، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ونبينا عليه صلوات الله وسلامه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.